بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنبدأ مع بعض. اليوم إن شاء الله هنبدأ مع بعض في المحاضرة الأولى عن النيرسينج بروسيس، العملية التمريضية. الليرنينج اوبجكتيفز، يعني في نهاية هذا وهذه المحاضرة إن شاء الله هنكون قادرين على define the term nursing process. إيش يعني nursing process؟ describe seven characteristics of the nursing process. إيش هي الصفات السبع تبعت ال nursing process؟ list five steps in the nursing process. إيش هم الخطوات الخمسة تبعون ال nursing process؟ identify four sources of assessment data. إيش هم الخمس طرق اللي إحنا أو الأربع طرق اللي إحنا بنستخدمهم لجمع الداتا اللي مروا عليكم في التقييم؟ differentiate between the database والfocus والfunctional assessment. إيش الفرق بين أنواع الassessment هذه وطرق جمع المعلومات؟ distinguish between a nursing diagnosis and the cooperative problem. إيش الفرق بين nursing diagnosis والمشكلة المتعلقة فيه؟ هذيك مشكلة، هذا diagnosis، كيف بدنا نصيغ الdiagnosis؟ من ضمن الحاجات اللي حتكون هي أهدافنا اللي بدنا نحققها في خلال هذه المحاضرة. List three parts of nursing diagnosis statement. من إيش بتكون nursing diagnosis statement تبعته؟ من ثلاث حاجات. إيش هم؟ Describe the rationale for setting priorities. ليش إحنا بنروح لما بكون في عندي مشاكل تمريضية معينة لازم أرتبهم بالترتيب؟ إيش هو الهدف من the prioritization هذا، الأولويات؟ Discuss appropriate circumstances for short term and long term goal. إيش هي الظروف اللي أنا بحط فيها short term goal، وقتش بحط short term goal، وكيش بحط long term goal؟ ايش خواص هذا وايش خواص هذا؟ identify four ways to document a plan of care. ايش هم الطرق اللي انا بدي اسجل فيها الخطة الرعاية تبعتي، تمام، اللي هي مرحلة الـ planning. describe the information that is documented in a plan of care. ايش الـ information اللي انا بلزم اعملها documentation. discuss three outcomes that result from an evaluation. لما اجي بدي اعمل evaluation ايش هم الoutcomes اللي أنا لازم أهتم فيها. describe the process of concept mapping as an alternative learning strategy for student clinical experience. طبعا هذا كله هو اللي أنتم هتستخدموه في البراكتس تبعكم، هو اللي هيكون الخطة المهمة بالنسبة لكم، هي العملية اللي انتم بتمارسوا فيها كل التدريب تبعكم، لانه النيرسينج بروسيس هي في الحقيقة التمريض. يعني احنا نتعلم تمريض عشان بالاخر ننفذ النيرسينج بروسيس. لذلك in the past nursing practice was based on common sense and experience from older nurses. هيك كان زمان التمريض، دول اللي بيعرفوا الاولدر نيرسز والحاجات المفاهيم اللي الناس كلها يعني متفقه عليها، وهذا كانت التمريض يمارس هذا الكلام. لكن اليوم لا، اليوم today nurses are held responsible for safe and effective care that reflect the standard for nursing practice. اليوم في ستاندرز، معايير معينة للعمل التمريضي، ومطلوب منك حاجات معينة لازم انت تعملها بناء على evidence based، على قواعد علمية ودلائل علمية مهمة. فعشان هيك ايش هي بتطلع النيرسينج بروسيس؟ هي عبارة عن organized sequences of problem solving steps. هي عبارة عن خطوات منظمة لحل مشكلة معينة. ايش هي المشكلة؟ مشكلة المريض. يعني مثلا احنا مشكلتنا في التمريض او المشاكل تبعتنا في التمريض اللي بنلاقيها عند المرضى هي اعراض وليست امراض، اعراض متعلقة في امراض. يعني عنده مرض ايا كان المرض، بلزمه عشان المرض هذا ما تزيدش الكومبليكيشن تبعته مثلا education، يبقى knowledge deficit، هنا قلة المعلومات بالنسبة الى problem عند المريض، وانا بدي احط لها تشخيص تمريضي وبدي احلها. اذا كان في عنده اي نوع من انواع الانفكشن، وكان عنده حراره، الحراره بالنسبه لي مشكله، تمام. اذا كان في عنده اي جروح وكان الجروح هذا عرضه للانفكشن او في انفكشن، الانفكشن هذا هو بالنسبه لي مشكله. اذا انا بعمل بعالج الاعراض مش الامراض نفسها، ولكن معالجه للاعراض وعمل كنترول إلها، يعني الساين والسيمتومز هاي، انا بالتالي ححافظ على ان المرض ما تتطورش حالته للأسوأ، تتطور حالته للأحسن، أمنع الكومبليكيشن، أزود الفرصة لحياة المريض. وهذه هي بتكون النيرسينج. من خلال إيش؟ من خلال نيرسينج بروسيس، من خلال عملية تمريضية
إلها خطوات منظمة أنا بمشي عليها. الأمريكان هارت أسوشيشن أو الأمريكان نيرس، عفوا الأمريكان نيرس أسوشيشن حطت ستاندرد معينة وقالت إذا أنت نيرس يو هاف تو دو ذس by this way otherwise you are not a nurse because of this nursing is a profession now okay it is a frame اذا ايش النيرسينج بروسيس الفريم ورك تبعت النيرسينج كير انت الرعايه التمريضيه تبعتك بدها تصير بانو شكل الفريم ورك تبعها اللي هي النيرسينج بروسيس it allow a client to receive quality of care with maximum efficiency هاي اللي احنا بدنا ندي احسن رعايه تمريضيه واحسن جوده في الرعايه التمريضيه بماكسيمم افشنسي والفائده تبعتها تكون ايش كبيره عشان هي كيف هذا الكلام ممكن نعمله عن طريق خمس خطوات مهمه هي خطوات النيرسينج بروسيس ايش هم اسسمنت دايجنوستس بلاننج امبلمنتيشن اند ايفالويشن اسسمنت يعني جمع المعلومات دايجنوستس يعني ليش بجمع المعلومات عشان اوجد المشاكل برافو بوجدت المشكله ايش بسوي لها دايجنوستس اذا انا بعمل اسسمنت اذا انا كاني بحكي عن ايش عن النيرسينج كير بلان اللي معكم اللي كل لهيتكم مطلوب منكم تعملوا نيرسينج كير بلان خلال التدريب العملي او التدريب الميداني لمريض ايش بتاول خطوه حتلاقوها 5 6 7 8 صفحات فيها اسسمنت جمع معلومات ليش عشان احدد وين هي المشاكل كل هذا بنجيبه من وين من ماده التقييم اللي اخذتوها كل ماده التقييم في كلمه اسسمنت هذه تصوروا كل المادة اللي اخذتوها عشان تعملوا assessment بعد هيك diagnosis وجدت مشاكل بتحط لها تشخيص تمريضي ايش هي اجزاء التشخيص التمريضي الستيتمنت تبعته حنشوفها البلاننج بعدين نحط خطة لحل مشكلة هذا التشخيص بعدين نبدأ ننفذ الخطة implementation يعني تنفيذ الخطة هذه خطوات الخطة اللي عندك انت حطيتها مفترض ان انت حطيت 10 حلول او 10 وسائل لحل المشكله هذه بينما في الامبلمنتيشن قدرت تنفذ 4 أو 5 يعني اذا في البلاننج انا بحط كل حل ممكن لكن في الامبلمنتيشن مش ضروري ان انا كل حل ممكن اقدر اطبقه انا يمكن اطبق نصهم تلتينهم وين بعمل وين بطبق بكتبه ايفالويشن تقييم برجع بقيم هل انا حليت المشكله اللي كانت عندي اللي وصلت لها في الاسسمنت وانتهت لذلك لاحظوا انه الاسسمنت حيكون في تحديد لا اللي هو البروبلم وفي تحديد للجول ايش الجول تبعك بعد ما صار في عندك مشكله محدده بدك تحط شورت تيرم جول تمام لذلك زي ما انتم شايفين الستبس تبعت النيرسينج بروسيس هي دايناميك وهذا السؤال بيجي في الامتحان ايش يعني دايناميك يعني بتبدا مطرح ما بتنتهي بدينا بالاسسمنت ومشينا لما بنوصل للايفالويشن بنخلصش لا بنرجع تاني نعمل اسسمنت ليش؟ لانه عشان انا اعرف الايفالويشن تبعي كان صح ولا لا بدي اشوف المشكله اللي انا يعني حددتها هل تم حلها وبالطريقه الصح ولا لا؟ اذروايز يمكن انا كنت ماشي بتشخيص خطا وعملت بلاننج غلط وامبلمنتيشن غلط تمام فبالتالي ما حلتش المشكله فالايفالويشن مهم عشان يرجع يقول لي هل فعلا انتهت المشكله ولا انا لا بدي ارجع اشوف وين المشكله عندي هل كانت في التشخيص تحديد المشكله نفسها اصلا ولا في التشخيص ولا في الخطوات اللي كنت حاططها للتطبيق ما كانتش هي الخطط الصحيحه فعشان هيك بنقول النيرسينج بروسيس الاسسمنت تبعته هي الفيرست ستيب ان ذا نيرسينج بروسيس انفولفينج نيرس كلاينت كونتاكت involves ايش فيها الاسسمنت collection of data from clients such as abnormal findings things that cause health problems اذا انا هنا بدي اعرف ايش هي الحاجات الابنورمال اللي اخذناها في التقييم انا بشوف بعرف النورمال بفحص المريض وبشوف اذا اللي عنده نورمال اوكي مش نورمال بكون هذا بروبلم بالنسبه لي عشان هيك كاني انا بفحص الداتا بنوعينها السبجكتيف داتا والاوبجكتيف داتا داتا كان بي اوبجكتيف ايش يعني اوبجكتيف كل ما يمكن قياسه او اوبزيرفد يعني انا بقدر اشوفه او بقدر اقيسه والنوع الثاني subjective data ايش يعني subjective data انا ما بقدر اقيسه ولا بقدر احسه ولا بقدر اشوفه ولكن المريض هو اللي
يحكي لي عنه subjective or symptom that the client feels and can describe. هو بيشعر فيها وبيوصفها، هو اللي بيوصفها. ولذلك ال subjective data هي symptom وال objective data هما signs. تمام، ما ننساش في الاسسمنت بنعمل كوليكشن للداتا اورجانيزيشن الها، في الدايجنوستس بنبدا نعمل انالايزنج، هذا بيجي منه سؤال في الامتحان. في الانالايزنج تبع الداتا وين بيصير؟ في الدايجنوستس ببدا احلل عشان اطلع تشخيص واكتشف المشكله، ايدنتيفاي نيرسينج دايجنوستس اند كولابوريتيف بروبلم، بحدد المشكله وبحط لها نيرسينج دايجنوستس. اذا بعمل جمع للمعلومات، بحدد وين في حاجات غير طبيعيه، بحدد المشكله في مرحله الانالايزنج تبعت الداتا اللي هي مرحله وضع الدايجنوستس. مجرد ما بحط المشكله وبعرفها بروح بحط لها نيرسينج دايجنوستس. بعد هيك مرحله البلاننج اللي فيها برتب البروبلمز، مين اهم مشكله هاي، انا لقيت سبع مشاكل مين اهم واحده فيهم ابدا فيها. في كرايتيريا ايدنتيفاي ميجر اوت كم جولز، بحط ايش جول اللي هو قادر يحقق لي اللي هو هذه الحل هذه المشكلة، select nursing intervention، وبختار الانترفينشنز المهمين اللي أنا حيحلوا لي المشكلة، وبعمل documentation للبلان اوف كير، بقول واحد كذا واثنين كذا بسجلهم، بعدين بروح بنفذ اللي سجلته، هدول الخطوات اللي سنها بنفذهم بشتغلهم، وبعدين بشوف ايش اللي monitor client response outcome، هل ايش صار بعد ما انا عملت له، كان في عنده حرارة في البلانينج، خططت المشكلة كانت بلانينج، المشكلة كانت حرارة، حددت المشكلة أو كان في عنده أي مرض، فالمشكلة اللي كانت عنده كان في عنده حرارة، حطيت أنا نيرسينج دايجنوسيس بيحكي إنه اللي هو فيفر مثلا related to اللي هو disease process أو اللي هو multiplication of bacteria أو إيش هو سبب الانفكشن. تمام؟ أوكي، البلانينج والله أنا أول طبعا كان في عندي جول، حطيت جول وحكيت انه انا بدي اعمل للمريض هذا patient temperature will decrease to 37 مثلا within 2 hours، بدي احاول انزل درجة حرارة المريض ل 37 خلال الساعتين القادمات within 2 next hours مثلا. تمام، في البلانينج قلت والله بدي اعمل كولد كومبرس، بدي اعمل جود فنتيليشن، بدي احطه في منطقه فيها تهويه كويسه، هذه هي البلانينج تبعوني. تمام، الامبلمنتيشن نفذت الخطوات هذه، عملوا هذا الكلام ولا لا، بدي اعين البلانكيتس عنه، بدي اعين الحرامات، بدي اعين الاوفر كلوزز لابس كثير بدي اخفف. تمام، بعدين بدي اروح اشوف اقيس الحراره بعد ساعتين، اتحقق الهدف، نزلت الحراره اتحقق، ما تحققش بدي ارجع اعمل اسسمنت كمان مره اشوف ليش وين كانت المشكله. تمام، هذا هو شرح للدياجرام. عشان هيك الستبس اوف نيرسينج بروسيس زي ما كنا بنحكي انه انا في عندي اوبجكتيف داتا انا بشوفها او انا بقيسها، وسبجكتيف داتا المريض بيشكي بيقول لك انا عندي بين حاسس بنوزيا، حاس حالي مكتئب، او انت بتقدر تلاحظ عليه علامات الاكتئاب، هو بيشكي انه مش مبسوط، فتيج، انا اكزايتي لونس. لكن لما نحكي عن اوبجكتيف داتا بتحكي عن ويت، عن تمبريتشر، عن سكين كلر، انت بتشوفه تمبريتشر بتقيسه، ويت بتوزنه بنجربه، يعني بلاد سيل بنعمل تحليل بنشوفها، فومتنج بشوفه، بليدنج بشوفه، صارت واضحه. طيب من وين بجيب انا المعلومات عن المريض؟ بجيب المعلومات عن المريض يا جماعه من عده مناطق، من المركز، من المصدر الرئيسي لها وبنسميه برايمري سورس اللي هو المصدر الابتدائي، المريض نفسه، اسال المريض ويجاوبني. طب اوقات المريض بكون طفل، اوقات المريض بكون ما بيقدرش يحكي، اوقات المريض بكون في كوما، فبروح بجيب المعلومات من مصدر ثانوي اسمها سكندري سورس اوف داتا. السكندري سورس اوف داتا هذه مين؟ الملف تبع المريض، الفاميلي تبعت المريض بسالهم، الميديكال ستاف بسالهم عن حالته بيقولوا لي. عشان هيك الداتا بشكل عام لها عدة أنواع اللي هو جمع المعلومات، داتابيز اسسمنت
وفوكس اسسمنت وفانكشنال اسسمنت. اذا فاكرين في التقييم، في التقييم حكينا عن هذول الحاجات بالتفصيل اكثر. لما نحكي عن داتابيز اسسمنت اتس از اوبتيند اون ادمشن داتابيز، انا بعمل قاعده مع يعني داتابيز اللي هي قاعده بيانات بيسموها، فانا بعمل اسسمنت عشان اعمل قاعده بيانات عن المريض هذا. هذا عاده ايش احنا سميناه؟ كومبرهنسيف اسسمنت. فاكرين قلنا عنه كومبرهنسيف اسسمنت اللي بيصير عند الادمشن، بكل معلومه بسال المريض عنها. كونسيست اوف ري ديترمايند كويشن اند سيستماتيك هيد تو تو اكزامينشن، بعمل هيد تو تو اكزامينشن، بجيب انا استبيان معد جاهز لكل مريض بيجي لازم نسال عن كل الاسئله هذه، وبنساله كل الاسئله. بيرفورمد وانس، بنعمله مره واحده، تمام، هو عارفين كل انتو بقية المعلومات عنه، انه بيدي هو details information عنه. لكن احنا كتير بنكون محتاجين انه نعمل حاجة اسمها focus assessment اللي بيديني more details عن مشكلة معينة. complied throughout went care consists of unstructured question and collection of physical assessment. انا بكون في عندي مشكله معينه وبكونش مجهز لها اسئله، لكن انا بشتغل على حسب اللي اخذناه في ماده التقييم، انه انا يعني مثلا اذا عنده بين بعرف انه انا بدي اروح اساله عده اسئله، زي مثلا اللي هو بده يبدا يشرح لي في طبيعه الالم الانس تبعته اللي اخذناهم اذا فاكرين في الجمله لكل حرف منها الها له معنى. ريبيتد ايتش شيفت، ممكن هذا الفوكس انا اعيده كل شيفت عشان اعرف ايش القصه تبعته. لحظه شوف انا اوكي. رولز اوت اور كونفيرم بروبلمز عن طريق الفوكس اسسمنت، عن طريق الفوكس اسسمنت بنتاكد من انه المحاضره اذا في الفوكس اسسمنت بنتاكد من انه المشكله فعلا موجوده او بنستبعدها. رولز اوت اور كونفيرم بروبلمز فايندينج ار دوكيومنتد اور تشيك ليست اور بروجريس نوت، ممكن احنا نسجل عن طريق التشيك ليست. في فيش زي النيرسينج كير بلان اللي معكم هذه اسمها تشيك ليست، لانك بتحط وين في بتحط صح، وين فيش بتقول نو. completed about 15 minutes على السريع بتنعمل الفوكس اسسمنت. collect limited data، بنجمع مجموعات او بنجمع معلومات محدوده معينه عن اللي هو حاجه، مثلا عن البطن، عن الرجل، عن حاجه معينه في الجسم. add depth to initial database، هي بتعمل عمق للمعلومات اللي اصلا موجوده منذ الادمشن اللي هي في اللي بنسميها داتابيز او كومبرهنسيف اسسمنت، تمام. وبنصير نعمل فيها بروفايد كومباريتيف ترندز، بصير نقارن بينها وبين التقدم في وضع العيان واستجابته للعلاج. لكن الفانكشنال اسسمنت كومبليتد ويذ ان فيرست 14 دايز اوف ادمشن، بده 14 يوم تقريبا عشان ينتهي. فايندينج دوكيومنت اور تول ساتش از ام دي اس، هذا له يعني طرق ل اللي هو الدوكيومنتيشن تبعتهم، احنا ما عندناش للاسف هذا النظام. may involve multidisciplinary team that final completion and signed by an registered nurse، كله بالاخر ممكن يكون في علاج طبيعي، ممكن يكون في نيوتريشن، اخصائي نيوتريشن، ممكن يكون في اوكيبيشن، لكن كل هذول لازم يكونوا بالاخر يعني تحت اداره registered nurse هو اللي بنهي او بنهي الفانكشنال اسسمنت وبعمل تقييم نهائي. كومبرهنسيف ايفالويشن فور سترينث اور ديكلاين ار دان اند ذا داتا از كومبيرد يوزنج فاسيليتي كواليتي ريبورت، تمام. اسسمنت يعني لازلنا في الاسسمنت بنكمل بنقول so we have completed the assessment what do we do with the data، احنا هلقيت جمعنا الاسسمنت عن طريق سواء كومبرهنسيف او فوكس او فانكشنال، المهم انه انا عاده خلينا في الفوكس لانه هو اللي بنهتم فيه. ايش بدي اسوي فيها الداتا؟ بدي انظمها، بدي اعملها organization done by grouping related information and by organizing data into small groups، كل مجموعه معلومات لها علاقه ببعض بنحطها مع بعض. يعني
زي ما انتم بتشوفوا الفانكشنال هيلث باترن، لما بنسال عن النيوتريشن هيلث باترن بنسال عن حاجات كلها لها علاقه بالنيوتريشن، لما بنسال عن الاكتيفيتي هيلث باترن بنسال عن الحاجات اللي لها علاقه بالاكتيفيتي، تمام؟ وزي ما انتم شايفين بنحدد المشاكل من تنظيم المعلومات هذه وين عنده مشكله، والمشكله اللي بنحددها بنبدا نحط لها نيرسينج دايجنوسيس. اذا النكست ستيب از دايجنوسيس، بحط انا خط اللي هو التشخيص التمريضي. This is the second step in the nursing process، هذه الخطوه الثانيه. The nurse identify health related problem analyzing، بيبدا يعمل تحليل للداتا عشان يحط نيرسينج دايجنوز، بده يحلل الداتا ويطول المشكله for abnormal finding that result in a diagnosis، تمام؟ بيعمل تحليل لايش؟ للابنورمال داتا، عشان اسيد الابنورمال داتا، وبالتالي ايش النتيجه حتكون تبعته؟ حتطلع تشخيص. فالنيرسينج دايجنوزز از هيلث ايشو that can be prevented, reduced or enhanced through independent nursing measures. إذا النيرسينج دايجنوستس هو عبارة عن مشكلة صحية اللي أنا بستطيع إني أمنعها أو أقللها أو أحسنها من خلال وسائل تمريضية مستقلة من غير أي حاجة تانية أو بمساعدة الحاجات التانية بس نيرسينج. There are five categories of nursing diagnosis. في عندي خمس أنواع من النيرسينج دايجنوستس. Actual diagnosis يعني لمشكلة موجودة حقيقية. A problem that currently exists موجودة حقيقية وبعمل لها nursing. ده عنده fever، عنده fever هلقيت وبقول أنا إنه fever related to bacterial multiplication، تمام؟ نادي اسمه actual nursing diagnosis. في risk diagnosis، هذا diagnosis هو at risk، ما صارش يعني بيشنط. A problem that the client is unequally at risk of developing. يعني يمكن تصير عند المريض هذا مثلا انه المريض high risk for pressure ulcer او bed sore، تقرع الفراش related to inability to move او related to bedridden، انه طريح الفراش. هذا اسمه risk diagnosis، انه المريض ايش potential، بنسميه potential diagnosis يعني محتمل يصير معه هيك. انا وظيفتي انه امنع الحاجات انها تصير، مش بس اعالج الحاجات الموجوده، كمان امنع الحاجات الضاره انها تصير، تمام؟ في possible diagnosis a problem may be present but require more data collection to rule out or confirm its existence. يعني احتمال انه هذا يكون diagnosis، لكن انا لازم اتاكد واجمع معلومات اكثر عشان اعرف اذا المشكله هذه فعلا قائمه. اذا لازم انا ابدا اتعامل مع التشخيص التمريضي هذا كانه مشكله فعلا وابدا احل فيها، او اقول استبعدها اقول لا لا ما طلعتش مشكله، المشكله مش موجوده اصلا، واحنا بس يعني لما جمعنا معلومات تاكدنا انه مش موجود. يعني مثلا انا بقول انه alter nutritional status less than bad requirement related to مثلا poor appetite، انا متهيئ لي هيك انه possible diagnosis. لكن لما راقبت العيان وجمعت معلومات اكثر لقيته باكل 6 مرات في اليوم وكل مره كويس وتمام التمام، ما بيقفش، مش موجوده هذه المشكله. syndrome diagnosis cluster of problems predicted to be present because of event or situation. يمكن يصير عند المريض سيندروم دايجنوستس، مجموعة من المشاكل ممكن تصير نتيجة حدث معين أو موقف معين. wellness diagnosis a health related problem that require assistance to perform at a higher level. اللي بيهمني أكثر إشي في هدول أول اثنين، الـ actual diagnosis والـ potential. الـ actual diagnosis والـ potential diagnosis اللي هو risk diagnosis، هم هدول أهم two nursing diagnosis بدنا نتعلمهم، تمام. diagnosis حسب الناندا، ايش الناندا؟ الناندا هي النورث امريكان نيرسينج دايجنوسيس اسوسيشن، جمعيه تبعت النورث امريكان نيرسينج دايجنوسيس اسوسيشن، جمعيه شمال امريكا اللي وضعت تكست بوك كبير حطت كل في كل النيرسينج دايجنوسيس اللي ممكن تكون موجوده واللي بحدثوه كل فتره وبيطلعوا طلعه جديده منه، تمام؟ كل سنتين تقريبا بيطلعوه بيعملوا اللي هو طبعه جديده للنيرسينج دايجنوسيس.
حددت كل النيرسينج ده، فاللي بده يعرف في نيرسينج ديجنوستكس بده يكتب نيرسينج ديجنوستكس الصح وياخد علامه كامله، ينزل اللي هو الكتاب تبع الناندا اخر طبعه اظن نزلت اللي هي 2018 اعتقد، تمام 2018 صحيح، بارت اوف نيرس. طب من ايش بتكون هذا النيرسينج ديجنوستكس اللي حطته الناندا؟ اه هذا النيرسينج دايجنوستس اللي حطته الناندا بتقول ذا نيرسينج دايجنوستس ستيتمنت هاز 3 بارتس، قالت له ثلاث اجزاء، ذا بروبلم اور هيلث ريليتد ايشو، قالت لك ايش هي المشكله، الجزء الاول البروبلم المشكله فيفر الترن نيوتريشنال ستاتس، ذا كلاينت هاز ديستربد سليب باترن، هاي مشكله، ذا كلاينت هاز ديستربد سليب يعني سليب باترن ديستربانسز مثلا. طيب واثنين قال لك الايتيولوجي اور كوز، السبب ذا ديستيرب سليب از ريليتد تو اكسسيف انتيك اور اوف كافيه، اذا قالت لك الايتيولوجي ريليتد تو، لاحظ البارت هذا قالت لك اكسسيف انتيك اوف كافي، اذا البروبلم حددناها بعدين قلنا ريليتد تو وحددنا ايش هو سبب المشكله، الزلمه هذا بينامش ذا كلاينت هاز ا ديستيرب سليب باترن ريليتد تو اكسسيف انتيك اوف كافي، بيشرب قهوه كثير. طيب وش الثالث؟ قال لك الثالث sign and symptom، قال لك ايش؟ as manifested by، اذا انا هيك بكمل النيرسينج دايجنوستس، صار بتكون من problem و etiology و sign و symptom او evidence based بنسميه، evidence by او manifested by، اذا ايش هم؟ البروبلم اللي هو disturbed sleep better بنمشي كويس، الايتيولوجي ريليتد تو اكسسيف انتيك اوف كافي، ريليتد تو دائما بنحطها مع كل الدايجنوستكس يرجع الى بسبب كذا، ريليتد تو ايش؟ ريليتد تو ايش؟ اكسسيف انتيك اوف كافي، تمام. طيب ايش الدليل على كلامك؟ از مانفستد باي ديفيكولتي ان فيلينج اسليب، انه بيجي ينام بحط حاله في السرير بضله يتقلب مش عارف يخلص في النوم، feels tired during the day، طول النهار بس حاله تعبان ومهلوك، ليش؟ ما نمتش كويس. irritability during the day with others، طول النهار هو متعامل مع الناس وهو ايش؟ بعصب وتقاتل معهم، ليش؟ مش نايم كويس، النوم بيعمل مشاكل هذه كلها او قله النوم بتعمل هذه المشاكل، اذا البروبلم بعدين بكتب related to، بعدين بحط ايش سبب البروبلم الايتيولوجي، بعدين بحط as evidence by او manifested by، وبعدين بكتب السيمبتوم اللي بتدل على هذا المشكله، تمام. هذه هي البارت تبعت النيرسينج دايجنوستس. دايجنوستس بيجي من وين؟ من مشكله، من كولابريتيف بروبلم، من مشكله متعلقه فيه، ريكوايرد بورسنس اند فيزيشنال انترفينشن تو كولابوريت، اكاونتابيلتي اوف ذا نيرسينج انكلود، كيف النيرس بيكون مسؤول عن حل المشكله هذه، لانه في نيرسينج دايجنوستس وفي ميديكال دايجنوستس، يا جماعه احنا فيها انا كولابوريتيف، في مشكله مشتركه بحاول يحلها الطبيب وبحاول يحلها الممرض، وبتقاطعوا في تقديم الخدمة للمريض، تمام؟ هو الدكتور ممكن عنده تقليل العلاج انه يقول لك اعطي المريض الدواء هذا، انت كان يرس تقول اه اوكي بدي اعطيه الدواء از بريسكرايب اللي هو للبين، لكن كمان بدي استخدم معاه الريلاكسيشن تكنيك، وكمان بدي استخدم معاه الجود بوزيشن الكومفورتابل بوزيشن. طب انا اصلا ممكن ناس بس احطه في وضع مريح، اه طفل صغير اوقات بنيموه على بطنه بيرتاح وبطل يعني يصوت من غير ما نشربه دواء. اه اذا عاده احنا كنيرسز بندور على الحلول اللي فيش فيها ادويه واللي ممكن تكون ايش اسهل لحل المشكله بعيدا عن استخدام الادويه، ولكن هذا مش معناه انه احنا بننفذش الادويه، لا بننفذ الادويه كما بوصفها الطبيب، لكن عاده في بكون بيننا تشاور، احيانا انا بقول له انه انا قدرت احل المشكله من غير الدواء وضله ساعات فيها، فممكن يعمل له ستوب مثلا، تمام. To correlate medical diagnosis, treatment risk for complication, documenting risk complication, making assessment to date, reporting, developing sign, managing a problem arising with nurse, physician, major. كل هذا الكلام احنا حكيناه توي. يعني اللي انا بدي اياه او مهم في الموضوع انه احنا بدنا نعمل في تناسق بيننا وبين الطبيب في حل المشكلة، ما تكونش انت بتفكر انت ممكن تكون تحلها لحالك، وهو كذلك مش حينفع يعني انه يحلها لحاله، لانه لازم يحلها من خلالك، سواء كان بده يكتب دواء او بده يعمل اي اوردر، تمام. فانا بنحكي هذا الكلام بنركز عليه عشان ما نفكرش انه احنا
يعني كل واحد فينا بيشتغل في يعني مجال لحاله او في منطقه، لا احنا التنين احنا والاطباء بنشترك في حل مشكله واحده. الان بدي احط البلانينج اللي هي الخطوه الثالثه من خطوات النيرسينج بروسيس، اللي هي مرحله التخطيط لحل المشكله. It is the process of prioritizing nursing diagnosis. بدك ترتب الدياجنوسات اللي انت عملتهم، شوف مين فيهم اهم وتبدا فيه. It identifies measurable goals and outcomes. هي بدها تحط الميجرابل جول، بدك تحط ميجرابل جول في البلانينج، تحط جول محدد، هدف محدد. help to select اكيد بنشوف ايش صفات الجول. help to select appropriate intervention، وتبدا تختار الانترفينشنز. يعني الانترفينشنز معناها الخطوات اللي بدنا نعملها اللي فعلا ممكن تحل هذه المشكله. هذا الكلام من وين بتجيبه؟ من الكتب، من الناندا. بنعرف انه هذه المشكله هاي النيرسينج دايجنوستكس تبعها ممكن، او من كتب الفاندمنتال او كتب الميديكال سيرجيكال. حلها 1 2 3 4. help to document the plan، وبعدين نكتبها. في النيرسينج بلان او في البلاننج، اول حاجه ستينج برايورتيز، حط الدياجنوستكس تبعك بشكل كويس. استابليش جول، حط الجولز تبعونك الاهداف. سيلكتنج نيرسينج انترفينشن، دوكيومنتيشن. هاي الاربع خطوات، تمام؟ علشان انت تخطط صح، اول حاجه لازم تحط لحالك ايش اللي هو لازم تحط لحالك جول صحيح. مثلا الجولز والبريوتورايزيشن تبع المعلومات اللي شو اسمهم الدياجنوستكس اللي عندك، ويز تو ديترماين بريوتورايز اوف نيدز، عشان انا احط يعني ترتيب للاولويات اللي عندي. انا ممكن استخدم اللي هو مثلا هرم مازلوس اللي بيحكي لي عن انه الاولويات المهمه اول حاجه الفسيولوجيكال نيد. يعني ما تفكرش تحل مشكله النوم عند واحد وهو عنده مشكله في التغذيه قبل. ليش؟ لانه الهيومن نيدز الفسيولوجيكال نيدز هذه اهم المشاكل اللي ممكن تمنع الواحد انه ايش يتحسن. زي المشكله في النيوتريشن لما باخذ اقل من البادي ريكويرمنت، لما بكون في عنده ان افكتيف بريثنج باتر، مشكله في النفس او فيش بعد هيك، تمام؟ لما بكون عنده بين وحد عنده الم، ايه بدي اقعد اعمل له اديوكيشن مثلا. لما يكون عنده امبارد سوالوينج مثلا، عنده مشكله في البلع، هذه اولويات، هذه اهم مشكله ابدا فيها، سواء في النفس، في البلع، في التغذيه، في عنده واحد حصر بولي ريتنشن. معقول اقعد احل في مشكله مثلا زي السيفتي والسكيورتي وان هو خايف وانكزايتي؟ ايش اهم، اعالج الانكزايتي ولا اعالج له اليورين ريتنشن؟ اذا الفسيولوجيكال نيد هي اول حاجه انا محتاجها علشان ابدا تكون على راس هرم الاولويات تبعي. بعديها باجي على السيفتي اند سكيورتي، تحقيق الامان له. مثلا انه هو في خطر انه ينجرح، الصيدليه لازم نرفعها، ممكن يصير معاه بتصور امبيرد فيربل كوميونيكيشن، مش قادرين نتواصل معاه، عنده انكزايتي، عنده فير. هذه كلها لها علاقه بالايش؟ بالسيفتي والسكيورتي. هذه بتيجي بالدرجه الثانيه. لاف اند بلونجنج، والله حاسس بالوحده، حاسس بالعزله، عنده كونفليكت داخلي. هذه حاجات يعني ايش سايكولوجي، مش زي الفسيولوجيكال. اذا هذه تيجي درجه ثالثه. بعدين استيم اند سيلف استيم، اللي هو التحقيق الذات يعني ايش مش نسميها اثبات الذات. هذا ديستيرب بودي ايمج، مثلا واحد عامل واحده عامله عمليه واضطروا يعملوا لها استئصال للبريست، فالبودي ايمج تبعتها ديستيرب. تطلع بشكل، في واحده بتاخذ كيمو ثيرابي وادوها كيماوي فصار شعرها كله هيته في الشي، صار عندها الوبيشيا، محلوب كله هيته شعرها، فبتطلع ممكن تصير نفسيا تعبانه. بس هذا مش اهم من انه يكون اعالج مشكله النيوتريشن، مش اهم من اعالج مشكله الالم، مش اهم من انا اعالج مشكله التنفس اذا كان في مشكله عندها في التنفس. اذا انا بهتم في الحاجات هذه، بس بتكونش على سلم الاولويات، بتكون رابع اولويه عندي. ولذلك دائما في الامتحان لما بجيب لكم كيس بقول لكم طلع لي منها كم نيرسينج دايجنوستكس مثلا اربعه ورتب لي اياهم، الترتيب لحاله عليه علامه. امبيرد سوشيال انتر اكشن، والله مش اجتماعي كثير، بتنحل المشكله هاي، تمام؟ على يعني بعد ما اكون حل كل المشاكل اللي في الاولويه اهم منها، زي ما حكينا السيلف استيم والسيلف اكتشواليزيشن تحقيق الذات،
مثلا انا حاسس حالي اكثر من اولاد جيلي، او ممكن تكون بالنسبه له مشكله سبيريتشوال ديفلوبمنت ممكن. تمام، اذا كل المشاكل هذه بتيجي في ايش؟ في راس الهرم، في عفوا في راس الهرم، يعني قاعده الهرم عاده الفسيولوجيكال اهم حاجه. بعدك بنطلع درجه بيجي عندي ايش؟ السيفتي. بعدين بنطلع كمان درجه بيجي عندي اللاف اند بلونج، بنطلع كمان درجه الاستيم، وبعدين بنطلع كمان درجه سيلف اكتشواليزيشن. تمام، هذا هو اللي انا لازم اراعيه في البرايتورايزنج او البرايتورايزيشن اللي هو ترتيب الاولويات. الان بدنا نشوف كيف بدنا نعمل جول، كيف بدي احط هدف اصيغه واحاول احققه. اول حاجه goals are expected or desired outcome. goals help the nurse to determine if the nursing care done is appropriate for the nursing diagnosis. هاي الجول وظيفته يقول لي النيرسينج كير اللي انا بدي اعملها كانت مناسبه لهذا النيرسينج دايجنوسيس اللي انت حطيته، ولا انت حطيت نيرسينج دايجنوسيس قلت انت بدك تخفض الحراره ورحت تحكي له قصص. طب انت الهدف تبعك كان تنزل الحراره، طب انت حكيت له قصص سليته وتمام بس ما نزلتش الحراره. they can be short term، عشان هيك الجول هذه ممكن تكون short term ممكن تكون long term. an example of goal، اول حاجه بدي اقول لكم انه short term goal ممكن يكون لاسبوع، من ساعات لاسبوع. اللونج تيرم goal ممكن يكون من بعد اسبوع لاشهر. الاكزامبل ذا كلاينت ويل بي ويل هايدريتد باي، اللي هو بنحط احنا تاريخ محدد مثلا 23/10. ان اكزامبل اوف ان اوت كم مور سبيسيفيك ذا كلاينت ويل هاف اديكويت هايدريشن از ايفيدنس باي ان اورال انتيك 2 ل 3 ملي لتر، اللي هم 2 ل 3 لتر في ال 24 ساعه باي تاريخ كذا كذا كذا. تمام، ايش ملاحظين؟ انه الجول له تواريخ وله تحديدات، وحتى الكميه اللي فيه بنكتبها كم بالضبط بدنا ندي ميه. short term goal are mostly by nursing in an acute care setting من few days ل one week and have the following characteristics. تمام، ايش هي الفولوينج كاركترستكس؟ حافرجيكم اياها. are developed from the problem proportion of the diagnostic statement، جاي من المشكله. are client centered، اصحك تقول لي تحكي المشكله. client centered لازم يكون بلف حوالين المريض لانه مشكلتنا المريض. ميجرابل، لازم يكون ميجر، لازم يكون ممكن قياسه. بدي 2 ل 3 لتر خلال 3 4 ساعات. ما ينفعش يكون مش ميجرابل. realistic combined by target data for accomplishment، عشان يكمل يعني يصير بده عفوا target date for accomplishment، له تاريخ محدد او ساعه محدده انه ينتهي فيها. اذا من مميزات الشورت تيرم جول، انا بقول لكم احفظوا الكلمه هاي، سمارت. ايش يعني سمارت؟ يعني الاس يعني specific، محدد specific. تمام، سمارت. الام يعني measurable، سمارت. الاي يعني attainable، يعني ممكن انه او achievable، انه ممكن يتحقق. achievable smart. الار يعني realistic، الار يعني realistic. التي يعني time limited، يعني له ايش؟ وقت يتحدد في time limited. تمام، هذه smart. اللونج تيرم كور اللي هو اللونج تيرم جول اللي هو من فيو ويكس ل مانث. تمام، يوجوالي دان فور كلاينت ويتش، الناس اللي عندها امراض مزمنه تا كرونيك ديزيز بنحط لهم لونج تيرم جول، انه على الاقل ما يصيرش عنده كومبليكيشن، ما يخشش بمشاكل. فوكس اون وات نيرس ويل مونيتور ريكورد ريبورت اور دو تو بروموت ايرلي ديتكشن. اوكي، طبعا بعد هيك بنبدا نختار ايش بعد في البلاننج. اذا المرحله الاولى في البلاننج كانت اني اعمل برايتورايزيشن للنيرسينج دايجنوسيس، المرحله الثانيه كانت اني اعمل اللي هو ست للجول، احط الجول تبعي شورت تيرم جول، دائما احنا اللي بنهتم فيه نحط الشورت تيرم جول خلال التدريب. بعدين نحط الانترفينشن، بعدين نعمل دوكيومنتيشن نسجل. هذا حكينا انه الانترفينشن هي عباره لازم تكون ايفيدنس بيز، يعني لازم تقول بدي اعمل له هيك هيك ليش، لازم تقول لي راشونال.
بدك تعمل للمريض هيك هيك. ليش؟ عشان ايش؟ عشان مثلا بيقول له ريموف اوفر كلوزز. بتقولي ليش؟ بيقول لانه اوفر كلوزز بتحفظ الحراره وبتخلي المريض ما يفقدش الحراره للجو، وبالتالي بتضل حرارته ساخنه. فلازم من وين هذا الكلام بجيبه؟ بجيبه من الكتب. مثلا بقول لك والله المريض عنده حكه الانترفنشن، بقول له بدنا نجيب اللي هو ميه بارده ونغط ونمسح جسم المريض بماء بارد، وممكن نحط فيها كمان شويه نشا ونمسح جسم المريض. طب من وين هذا الكلام انا جايبه؟ روحوا اطلعوا على كتب الفاندمنتال حتلاقوا هذا الكلام مكتوب فيها. طب انت كل هذا بدك تحفظه؟ لا، انت كل حاله عندها مشكله بدك تروح تدور وتعرف ايش المفروض تسوي وتكتب لي اياه في الخطه عند التنفيذ، لانه بدك تعرف ايش تسوي وليش. ليش احط نشا؟ ايش بيسوي هذا النشا؟ طيب ليش احط ميه بارده؟ ايش بتسوي؟ هذا اللي هو الايفيدنس بيز العلمي، السبب الدليل العلمي على هذا الكلام، الراشونال عشان نعمل كذا كذا كذا، او علشان النشا مادة نشوية. حيكون كاتب لك الكتاب الراشونال بالضبط، عشان هيك مديش حد يخترع يعني، بدك تروح تجيب لي انت من مصادر علمية ليش نعمل هيك. دوكيومنتينج قبل طبعا كتاب الميديكال سيرجيكال اللي معاكو في لكل حالة نيرسين كير بلان، وفي الانترفينشن، وفي الراشونال، تمام؟ بس اللهم انه انت بدك تنقل منه ما يتناسب مع مريضك. اوقات كتير هو بكون كاتب لك كل انواع النيرسينج انترفينشنز اللي ممكنه، بس اوقات تتناسبش مع المريض تبعك، بكون فانت بدك تنقي منهم اللي بتناسب مع المريض، وبعدين تعمل دوكيومنتينج، تروح تكتب انه انا بدي اعمل هيك وهيك 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 وهيك، تمام؟ هذه هي الخطوات اللي انت لازم تنفذها في خلال البلانينج. وبعد هيك طبعا كل هيتنا حنشترك في تنفيذ هذه الخطة. طبعا احنا ما عندناش كل التيم هذا من النيرسز، يعني عندهم ريجستر نيرس مع الممرض العملي، ما كلهم بلف طلع حوالين المريض، مع الفارماسيست واللابراتوري والدكتور والفيزيوثيرابيست، كل هيتم دول بيعملوا خطة متكاملة عشان ايش؟ تكون في خدمة المريض ومتناسقة بننفذ اللي هو الخطوات اللي انت حطيتها في البلانينج في مرحلة الامبليمنتيشن، نبدأ ننفذ فيها ونشوف. مش كلها اكيد بنقدر ان ننفذها، اللي بننفذه بنسجله وبعد هيك بنعمل تقييم لهذه الخطة، وبأشوف هل الهدف اللي أنا كنت بدي أحققه تحقق ولا ما تحقق. إذا تحقق بكون أنا فعلا قدرت أصل لحل، يعني لحل المشكلة، وإذا ما تحقق بدي أرجع أعمل من أول وجديد اللي هو إيش؟ assessment، تمام؟ عشان أحدد إيش هي المشكلة من جديد، وارجع احط لها خطوات جديده لحلها، لانه ما انحلتش. واذا انحلت بكون خلاص انا تمام، يعني قدرت اني احل هذه المشكله، تمام. هنا في اللي هو جايد لاين، حسيبكم اياها انتم لحالكم تقروها، يعني شويه توجيهات معينه وانت بدك تعمل اللي هو النيرسينج بروسيس تبعتك. هيك بتكون خلصت محاضرتنا، يعطيكم ألف عافية ونلقاكم في المحاضرة القادمة.